طيب دكتور، يمكن احنا قاعدين نتكلم على الناس اللي هي بتحب تاكل كتير او بقت بتاكل كتير، في ناس العكس اللي هم اول لما بيتضايقوا او بتحصل لهم اي حاجه نفسهم بتتسد خالص عن الاكل وما بياكلوش خالص، وطبعا بعد كام يوم بيأثر عليهم، ممكن يقعوا، ممكن يدخلوا في هبوط والحاجات دي كلها. ازاي ممكن دول يفصلوا صحتهم او مش صحتهم، يعني الاحداث اللي بتحصل حواليهم بالاكل بتاعهم نفسيا يعني؟ حلو قوي. انا محتاج ان انا انظم يومي، يعني محتاج ابقى مدرك تماما. لو انا قعدت اليوم كله مثلا ما اكلتش حاجه خالص، واكلت مثلا شوكليت ولا اكلت حاجه صغيره في اليوم كله، ده مش حاجه صحيه ومش هتريحني وهتزود توتري من غير ما احس. يعني النمط الصحي حتى في الاكل بيفرق معانا في حياتنا المزاجيه. فالتوازن في اكلي مهم. هم بيبقوا مش قادرين يا دكتور، يعني نفسهم اتسدت، حد مثلا لا قدر الله عنده حاله وفاه صعبه، او حد واحده انفصلت عن خطيبها ولا جوزها ولا اي حاجه، بتجيلها بسدت نفس طبعا. فازاي تعمل ده؟ ما لو هي انت بتتكلمي كمان ان هو عنده مشكله قبل كده، صح كده؟ يعني هو شخص عنده مشكله في الشهيه، ان هو اصلا مش بيحب ياكل، مش شرط، بس جات له في العرض يعني خلاص. لا ما هو لو انا بتكلم في حاله وفاه او في فقد او حاجه مشكله حاصله، فده امر عرضي يعني. امر بينتهي. مفيش اي مشكله لو انا فقدت الشهيه شويه. بس مهم ان انا احافظ على الفيتامينات. يعني العناصر الاساسيه في يومي، محتاج احافظ على السوائل. يعني لو مش قادر اكل حاجه خالص اشرب ميه. عشان ضغطي، عشان صحتي، عشان كل حاجه، فيبقى في سوائل في اليوم. وان انا بحاول بفيتامينز بسيطه جدا، يعني لو خدت في اليوم كله موزه ولا خدت في اليوم كله تفاحيه، فانا حافظت على حاجه. فده مهم. طب ولو كمل معاهم، يعني جات لهم خلاص بقى الطبيعي بتاعهم ان هم ما بياكلوش خالص؟ الطبيعي بتاعهم، في اشخاص عندهم مشكله ان شهيتهم اصلا ضعيفه. يعني شهيته في المعتاد قليله جدا. مش بيحب ياكل، فسهل جدا في الزعل يقعد بالايام ما ياكلش. يعني ما ياكلش حاجه خالص. فساعتها محتاج يدور طبعا على حد يساعده في القصه دي. يعني مختص يساعده، لان يعني ده غير صحي بالمره، على السنين، على فترات ده امر غير صحي. طيب دكتور، هنا امتى اعرف ان طفلي عنده مشكله بيعاني منها ومشكله نفسيه وانا مش عارف؟ يعني لما الاقيه بياكل بشراهه، ولا لما الاقيه ما بياكلش خالص؟ والله لما الاقي شكل غير منطقي وغير صحي. يعني في مثلا ام كانت بتحكي قريب خالص ان هي عندها مشكله ان بنتها طول اليوم ما بتاكلش حاجه، والساعه 2 بتطلب منها زبادية وخيارايه. تمام. هو ده اللي بتاكله طول اليوم. والاجمل من كده ان الام بتنزل في نص الليل عشان تجيب لها الزبادية والحاجه اللي هي عايزاها كل يوم. يعني هو في فكره كده، يعني ده امر محدد، يعني توقيت محدد بشكل محدد، وما ينفعش الزبادي ده يبقى في البيت، لازم ننزل نجيبه في ساعتها على طول وهكذا. ده غريب، يعني ده غريب جدا. والام يعني متقبله شكل ده بقى لها سنوات، وده امر غير طبيعي. فلما اشوف حاجه غير منطقيه او غير طبيعيه في ولادي، محتاج ادور على السبب. يعني ده ممكن اخوف مثلا؟ طبعا في عندها، يعني ده شكل شديد من الاضطراب. او لما تلاقي الطفل رايح ينام مثلا في وقت معين، ويجي يقول لك وهو بينام انا عايز اكل او جعان. هل هنا ده بيبقى خايف من حاجه معينه، عايز يقوم، عايز؟ ممكن يكون خايف من حاجه، ممكن يكون شكل من اشكال الهروب، زي ما بنعمل دايما في ايام الامتحانات. ليله الامتحان بيحلى في عينينا الكيك والسندوتشات والاكل وكل حاجه، فبالتالي وقت الاكل يبقى شكل من اشكال الهروب. فده وارد جدا انه يحصل. وقد يكون عنده مخاوف، والطفل عموما هو صغير بتبقى مخاوفه بتبان اكتر وقت النوم. بتبان في اضطرابات نوم، بتبان في اضطرابات اكل، بتبان في فزات بتجيله، فدي اكتر حاجه تبين مخاوف الطفل.